مقابر، محطات لتوليد الطاقة، مقابر. فاكرين إذا أنا وعم بتسلى؟ هالضياع بالأجوبة هو جدل داير بين العلماء من سنين طويلة تحت عنوان واحد، هل كانت الأهرامات بمصر محطات لتوليد الطاقة أو مقابر؟ بما أنه أهرامات الجيزة بمصر تعتبر علامة فارقة بالإبداع والهندسة لدرجة اعتبار هرم خوفو الأكبر من عجائب الدنيا السبعة، انعملت دراسات عديدة لمعرفة السبب الرئيسي لبنائه. بالفترات الأخيرة ظهرت آراء كتير عن عمر أهرامات الجيزة بمصر. ناس بتقول أنه عمرها بيوصل للمئة ألف سنة، وناس بتقول أنه الجن بنوها، وناس بتقول أنه هيدا سر وما إله جواب. علماء الآثار بغالبيتهم بيقولوا أنه الأهرامات بنيت لتكون مقابر ملكية من حوالي 2500 سنة قبل الميلاد، بينما علماء الفيزياء والتكنولوجيا انتقدوا الافتراض هيدا وشافوه غير منطقي وطرحوا عدة تساؤلات من بينها: ليه ما تم العثور على جثث ومقابر للمومياهات داخل التوابيت الموجودة بالأهرامات؟ هل تم بناء صرح عظيم مثل الهرم الأكبر خوفو ليكون بالنهاية مجرد مقبرة؟ وهل منطقي ينقلوا ملايين الحجارة ويبنوا الهرم على فترة بتتجاوز العشرين والثلاثين سنة كرمال بالنهاية يندفن الملك؟ افتراضات عديدة وضعت تحت عنوان واحد: الأهرامات بنيت لتكون محطات لتوليد الطاقة. أول من طرح النظرية شخص بيمتلك واحد من أكبر العقول البشرية، العالم الفيزيائي والمخترع الميكانيكي نيكولاس تسلا، اللي عاش بنهاية القرن التاسع عشر. كان عبقري لدرجة أنه أغلب الاختراعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة حالياً بفضل اكتشافاته واختراعاته السابقة. ويمكن من أكثر المشاريع المذهلة والمجنونة كان مشروع نقل الكهرباء للمنازل لاسلكياً، أي عبر الهواء وبشكل مجاني، لكن للأسف توفى بظروف غامضة خلال عمله على المشروع. البعض بيقول إنه نظرية تسلا مبنية على طريقة عمل الأهرامات، كونه ما بيشوفها مجرد مقابر بل كان شايفها مباني متطورة أقرب لمحطات توليد طاقة، واعتمد على فكرة إنه الأهرامات بعظمتها انعملت بفترة عصور ما قبل الميلاد وقبل التكنولوجيا الحديث، وركز على جدران الهرم المصنوعة من حجر الجرانيت الموجود فيه مادة الكوارتز والقادرة على توليد الكهرباء بحال تعرضت لضغط كبير. يعني عموماً طريقة بناء الأهرام، ترتيب الأحجار، أحجامها الضخمة ونوعيتها، كلها دلالات على إنه بنائها مش مجرد مقابر. أيضاً من الباحثين اللي أكدوا على هالنظرية هو كريستوفر دان، واحد من أشهر مهندسي تكنولوجيا التصنيع. كريس كان عنده اهتمام بالأهرامات، سافر لمصر ودرس الأهرامات لحوالي العشرين سنة، ومن بعدها بدأ بنشر نظرياته بأهم كتابين له. الاسم الأول محطة كهرباء الجيزة اللي نشره سنة 1998، وكتاب التكنولوجيا المفقودة في مصر القديمة اللي نشره سنة 2010. والمعلومات الموجودة بالكتابين بأكدوا إنه الأهرامات تم بنائها لتوليد الطاقة، وشرحها كريستوفر بشكل مفصل. أيضاً من العلماء المصريين اللي أثاروا الجدل مؤخراً هو المهندس أحمد عدلي، اللي قال إنه الحضارة المصرية عمرها أكثر من 7000 سنة وكانت من أكثر الحضارات المتطورة تكنولوجياً، وإنه في قطبة مخفية بهالحضارة رغم وجودها القديم إلا أنها ما ظهرت لليوم. واعتبر إنه هرم خوفو اللي بيوصل عدد أحجاره لل 2.5 مليون حجر من المستحيل يكون تم تقطيعه باستخدام أدوات بدائية من النحاس كما يزعم علماء الآثار. نظرية عدلي بتقول إنه الهرم الأكبر بغرفه، ممراته، تفاصيله الداخلية والدهاليز الموجودة فيه كان عبارة عن آلة ضخمة، وإنه الغرفة السفلية تحت الهرم عبارة عن مضخة بتنتج نبضات صوتية بتسبب اهتزاز بغرفة الملك. واعتبر إنه غرفة الملك كانت مكان لتفاعلات كيميائية معينة بتولد الهيدروجين اللي بيحصل بسببه توليد طاقة. بيرجح يكون عمر الأهرامات الثلاثة حوالي 12500 سنة، بناءً على دراسات بتربط موقع الأهرام بحركة نجوم حزام أوريون اللي بيتكون من ثلاث نجوم. الأكيد إنه اللي ذكرناه هو مجرد عرض لمعلومات ممكن تكون صحيحة وممكن لا، لكن المؤكد إنه أشخاص كبار بمجالهم مثل اللي حكينا عنهم يفكروا من هذا المنطلق بخلونا نفكر مرتين. هيك بيقول الفهلوي.